احنا في نص البرنامج والوضع اختلف، واليوم يا مستمر يا مغادر. تحقيقات كثيرة، جاي معي مستشار يعرف أدق التفاصيل عنك. حب أقول قوانين اللعبة تغيرت، أمور كثيرة كلكم أدرى وش سويت وش ما سويت. اللي جالس سحب رجولة، الوضع اختلف. اليوم دخلنا في مرحلة الجد. اللي يقول مليت أبي أنسحب، طفشت أبي أستمر، الوضع ده كله اختلف. عندكم دقيقة، عندي همسة مع المستشار، أبي أقوله شغلة مهمة جدا. الشخص اللي جالس على هالكرسي كائن مثله مثلكم، كان يتحرك في بدايات البرنامج ويفتش في خفاياكم وما كنتوا تدرون عنه. اليوم أصبح الشخصية اللي أمامكم هو البيك بوس. اللي يقول ولا في دور بعيد عنك لمحات كثيرة في كاميرات موزعة في كل مكان وفي كل زاوية في برامج الواقع، ما يتحكم في خطواتك مخرج ولا راح يتكلم او لا راح يتحكم في كلامك معد. الشخص هذا اللي جالس كان يعرف ادق التفاصيل عنك. جهز البرنت كامل في كرسي، راح نرفع سقفنا فوق وراح ناخذ واحد تلو الاخر ونفصفصه ونقول له هذا مكانك ولا اقبض الباب. شلون زين؟ الوحوش اللي بيقاومهم بيفصون عظامه فص، حاول انك تتجاوب معهم، ما نبي نوصل مرحله انهم يكسرون فيك عضله ولا يجيك شد عضله في خشمك ولا يجيك اصابه في المفصل ولا من المرفق. انا ما راح اتحمل ذا الشيء بتات البته. هو ما جنته يداك، سلم نفسك وراح تشرفني في غرفه التحقيق وباخذ تفاصيلك مع البيج بوس. قوانين اللعبة في البزنس كل اللي تشوفونهم مجرد أشخاص يتنافسون على مصير الفوز. في تفاصيل كثيرة يمكن ما تدرون عنها، احنا اليوم راح نكون شفافين أكثر وبنطلع كل اللي في بطونهم حتى البنكرياس والقلب. أهم شيء القلب.